عشاق الفانيلا البيضاء، وهي الجدل حول القرار اللي هيطلع بكرة في موضوع من يصعد الزمالك أم جنراسيون فود. بعدما أكد عمرو الجنايني لوزير الشباب والرياضة ولرئيس نادي الزمالك صعود الزمالك وانتقال جنراسيون فود إلى الكونفدرالية، اليوم الأوراق اتغيرت مع وصول أعضاء اللجنة وبدء المناقشات الودية قبل صدور القرار الرسمي الثلاثاء بإذن الله. اتغيرت ازاي؟ تميل الكفة الآن إلى إعادة المباراة. ليه الكفة دي؟ بعد ما كان الجنايني مش عارفين ايه اللي هيحصل بكرة، بعد ما كان الجنايني بلغ الوزير والحكاية والرواية وقال له أنا بذلت مجهود كبير جدا مع مسؤولين في الاتحاد الأفريقي وتأكدت إن المباراة صعود الزمالك. الكلام ده أنا قلته امبارح بناء على اللي قاله الجنايني. أنا لا عندي مصدر في الاتحاد الأفريقي يقول لي إيه القرار ولا غير، لكن الجنايني رئيس اتحاد الكورة وبالتالي لديه العديد من المصادر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، ويستطيع التواصل معهم بحكم منصبه وبحكم إنه هو رئيس اتحاد الكورة المصري وبحكم إنه هو عامل غرفة عمليات مع المهندس هنا بوريدة لإنقاذ الزمالك، ليس لأنه هو مشجع زملكاوي أو عضو مجلس إدارة زملكاوي، لكن لأنه رئيس اتحاد الكرة المصري ومهتم بمصالح كل الأندية المصرية. بالأمس صدر قرار من الجهات الأمنية لاتحاد الكرة وتم إرسال هذا الخطاب، وكان الهدف منه دعم موقف الزمالك الإفريقي. إيه الخطاب بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا مش هنلعب كورة على ثلاث ملاعب في القاهرة. بيتر سبورت اللي كان مقرر عليه إقامة المباراة، استاد الكلية الحربية وده أصلا ما بتلعبش عليه مباريات نظرا عشان الإضاءة والمطار، الطيارات بتبقى محلقة على مسافة منخفضة والكشافات بالليل بتعكس الضوء وحاجات بالشكل ده فبتأثر في حركة الطيران. تلاتة استاد المقاولين العرب وبيتر سبورت ليس بهم الاشتراطات الأمنية اللازمة لإقامة المباريات اللي طلبتها النيابة العامة بعد الحادث الشهير، ولا تتوافق مع الشروط اللي هو عاملها للاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي لكره القدم، وبالتالي لم تقام عليها مباريات جماهيريه نهائيا. مقاولين العرب استاد بيتروسبورت، وعشان كده لما الزمالك قال العب في بيتروسبورت الاهلي قال له ما انت عارف ان الملعبين دول مش هيتلعب، ما بتلعبش عليهم بجمهور لا بيتروسبورت ولا المقاولين، الحربيه كده كده مقفول، يبقى ملعب تدريب بقى للمنتخب مصر، يبقى مباريات تقام عصرا ظهرا اي حاجه، لكنه في الاخر لن تقام عليه مباراه كره القدم. الخطاب اللي خده ده اللي راح لاتحاد الكره ده كان بناء على جهود قام بها عمرو الجنايني مع وزير الشباب والرياضه لانقاذ موقف الزمالك الافريقي، فواخدين الجواب ده عشان يدعموا ده، حتى هو في جواب ان احنا ما نلعبش. طيب الاتحاد الافريقي لكره القدم اليوم تاكد، بعت لاتحاد الكره قال له لعبت مباريات خلال المده من 26 28، فامبارح وليد العطار قال لك ما أجازة، لكن تم الرد على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات في الدوري المحلي ليست ذات صبغة جماهيرية. إذن في مباريات، إذن أنت تم تخطي اللائحة، قرار طلع بكرة، بس أنا بقول لكم الحيثيات اللي بتحصل إيه. امبارح كان صعود الزمالك زي ما قال عمرو الجنايني لوزير الشباب والرياضة، وزير الشباب والرياضه بيقوم بمجهود جبار مع المهندس هاني بوريدة اللي ما كانش بيرد على مرتضى ولا معبره، لكن هو الراجل بيتصرف كوزير بغض النظر عن ملاحظاتي على اداء، لكن وعلى عدم احترامه للوائح والقوانين ما فيهاش هزار، لكن كوزير بيحاول يدافع عن نادي مصر وضغط على هاني بوريدة يتحرك. هنا بوريدة التقى فاطمة سامورة عدة مرات وتزوره في منزله في اكتوبر او في الشيخ زايد، وست محترمة جدا وترتبط بعدد من الصداقات مع شخصيات مصرية وافريقية بحكم منصبها كأمين عام للاتحاد الدولي لكرة القدم. بيحاولوا يبحثوا عن مخرج خروج الفريق من البطولة واعتبار الزمالك فائزا 3-0، تراجع عدة خطوات الى الخلف اليوم مع وصول اعضاء اللجنه وبدء المشاورات الوديه. انا بنقل لكم الاحداث لحظه بلحظه، وبات المرجح اعاده المباراه، انك تلعب الماتش. ليه؟ لان الفرقه دي كسبانه خارج ملعبها على ارضها 2-1،
جت سافرت خارج ملعبها وجت على الميعاد في القاهره، الجواب اللي جالها يخالف اللوائح المسابقه، انها ما رضتش اي حد فينا نقول له الاهلي والزمالك هيسافر يوم السبت عشان يلعب الحد من القاهره لاسكندريه او في اي بلد افريقي 200 كيلو ولا 250 كيلو ولا 270 كيلو، هيقول لك لا ده بيعذبوهم وبيتعبوهم. وهذا ما صدر في بيان الاتحاد السنغالي وتحرك سنجور رئيس الاتحاد السنغالي. فاليوم الان تغيرت الدفه الى اعاده المباراه بنسبه كبيره جدا 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 جدا، لان الزمالك متامن بالخطاب اللي عنده، الخطاب اللي عنده مامنه، الحكام والمراقب في استاد برج العرب مامن الزمالك، فما ينفعش تعتبر الزمالك مهزوم، لان الزمالك انت بعت له جواب، مين اللي مضي الجواب انا ماليش علاقه، انت بقى هتثبت ان في رشوه ما فيش رشوه ده موضوع، لما تثبته تعاقب الموظف بتاعك، تعاقب الموظف بتاعك، او تبلغ النيابه تعاقب الجهه الاخرى اللي عملت له مساله الرشوه اذا ما كانت هناك رشوه. مساله شتايم رئيس نادي الزمالك للمسؤولين في الاتحاد السنغالي ورئيس نادي جنراسيون فوت والفاطمه سموره ما زالت على طاوله الاجتماعات، وقد يتم اتخاذ فيها قرارات. فالفكره ان مرتضى جايب ورا عامل مارشدير اللي ورا بقاله 48 ساعه وبيتكلم على السيده فاطمه سموره بكل احترام وادب وشياكه خوفا من ضربه موجعه ومؤلمه، وعمل ده بناء على طلب عمرو الجناني وزير شباب الرياضه. يعني اهدى شويه، اهدى شويه على نادي الزمالك وعلى نفسك، ما تاذيش الزمالك وتاذي نفسك. جاي لكم والله في كل حاجه، جاي لكم في كل حاجه والله يا حبايبي، بس الموضوع ده موضوع جماهيري. فانا امبارح قلت عمرو الجناني قال لي الوزير ومرتضى صعود الزمالك، النهارده الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت، بيتكلموا في اعاده المباراه. قال لك فرقه جت من السنغال لمصر جايه تلعب مش جايه تهزر، انت بتغير لها الملعب قبل 24 ساعه دي مش مشكلتي، كنت تغير لها وانت بتطلع القرار كنت ترميها 72 ساعه 48 ساعه مع الزام الزمالك بالمصروفات مثلا. خد دايما موقف المنافس لك عشان تتحدث بامانه ومسؤوليه. فبالتالي ده موضوع مهم جدا جدا سيصدر بشانه قرار غدا. هنيجي بقى لموضوع تاني وهو الخيبه القويه. قلت لكم خطاب الامن اللي راح لاتحاد الكوره بيمنع اللعب على المقاولين وبدر سبورت والحربيه، وان مباراه في القاهره تقام على استاد السلام والقاهره فقط، والدفاع الجوي ده ملعب بيراميدز. فالامن بعد الجواب ده، الجواب ده هيروح الملف في الكاف اهو، لسه في جواب جديد اهوت عشان تعرفوا ان الزمالك ما كانش بينصب عليه. هنتقل الى تداعيات التعاقد بطعم الهزيمه للزمالك مع اف سي مصر، والعقوبات التي قررها رئيس نادي الزمالك وهي خاص من نصف شهر، اسمعوا اللي بقولكم عليه، من الجهاز الفني واللاعبين، وارد انه يرجع فيه عادي، بيقولوا يرجع في كلامه عادي، لكن خاص من نصف شهر. حدش قال المعلومه بتاع نصف شهر دي، قال لك في عقوبات وقال لك في عقوبات، لا خاص من نصف شهر من الجهاز الفني واللاعبين بعد تعادل الامس، ووقف المستحقات اللي اصلا ما اتصرفتش، يعني المستحقات اصلا ما اتصرفتش، ويا ملت بختك يا علي ولا مش عارف ايه ماشي. فانت النهارده بتعاقبهم على خطا انت مشارك فيه، انت دخلت مع الراجل وقلت له لا خالد بوطيب ما يلعبش في الحته دي واشرف بن شرقي ما يلعبش في الحته دي، وطلعت اعترفت بده، وفي نفس الوقت في كلام على ان الراجل بيتشاور مع الجهاز الفني والاداري اللي هو بيمثله مشرف على الكوره نجله، وان في كلام ان لا ما تديش لده وادي لده واعمل ده وسوي ده والروتيشن ونقلد بتوع الاهلي. انا دايما بقول ادي العيش لخباز حتى لو كان نص. السنس بتاع الكوره مش موجود عند المشرف على الكوره. ده ظهر امتى؟ لما طلع لجنش. لما طلع رد على جنش، جاي لكم انا دلوقتي في موضوع نص لعيبه الاهلي ان في مفاجاه. يا ملت بختك يا علي ماشي، خلاص مشيها كده يعني. فخصم نصف شهر. ميتشو قلت من فتره احذر الزمالك يرجع الى الخارج. رجع من امتى؟ من بعد الفوز بالكاس بعد ما فتح مدرسه الفن والهندسه، كان الراجل ماشي بدماغه. سلم دماغه لحد. سلم دماغه لحد. قلنا ثعلب ومبدع وعمل ماتشات رائعه وبتاع وحكايه، والاتحاد والمقصه وال وبيراميدز في نهائي الكاس، جه تاه قدام الاهلي في السوبر
وشال ثلاثة، وكان ممكن يشيل أكتر من كده لولا ضربتي الجزاء وإصابة قلبي الدفاع في النادي الأهلي. أقول آرائي الفنية بكل أمانة ومسؤولية، لو الأهلي وحش أقول وحش، لكن الأهلي قطع الزمالك وفرق. إمبارح إف سي مصر بيلعب إف سي بشالوش، إف سي بشالوش ده مش الزمالك، مش دول اللعيبة اللي دفع فيهم مئات الملايين من الجنيهات، مش دي اللعيبة اللي كل واحد فيها عايز يعدل عقد. ان في بقى فوضى وان هم مقيرين عشان الراجل ما يدفعش لهمش فلوسهم ومستحقاتهم رئيس النادي وبيتطور عليهم وبيشتمهم وابنه ملوش فيها، ده موضوع تاني، لكن مش ده الزمالك ولا ده اللي يمثل الزمالك. اف سي مصر بيلعب اف سي بشالوش ما فيهاش هزار، ولولا عواد للزمالك كان شال بلاوي متلتله وخرج بهزيمه تقيله، وخرج بهزيمه تقيله. النتائج في الدوري مش حلوه، مش حلوه خالص، مش حلوه خالص بالنسبه لميتش. شيكابالا احتماليه غياب عن مباراه القمه عاليه، الراجل جاله الضم في ماتش المقصه يوم الاربعاء، الضم على الاقل 3 اسابيع. عشان تستعجل عليه ويلعب ماتش الاهلي بختك يا ابو بخيت، كان عنده شد في الضم. فالمعلومات اللي صادره عن الجهاز الطبي في نادي